أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. تناولنا في الحلقة السابقة موضوع التنفس في الكائنات الحية، وكنا ركزنا في الحلقة السابقة على التنفس الخلوي، سواء كان في وجود الأكسجين لما أطلقنا عليه التنفس الهوائي، أو في نقص وغياب الأكسجين وأطلقنا عليه التنفس اللاهوائي. كان مهم جدا تبقوا عارفين أن التنفس الهوائي أفضل من اللاهوائي لعدة أسباب. أن التنفس الهوائي ينتج عنه طاقة تقدر ب 38 جزيء ATP لكل جزيء جلوكوز واحد، بينما الطاقة المنطلقة في حالة التنفس اللاهوائي كانوا 2 جزيء ATP فقط لكل جزيء جلوكوز واحد. معنى ذلك أن الطاقة المنطلقة من التنفس الهوائي تعادل 19 مرة الطاقة المنطلقة في حالة التنفس اللاهوائي. هذا بالإضافة إلى أن التنفس الهوائي ينتج عنه عوادم غير ضارة بشكل واضح أو بشكل كبير، فهي عبارة عن ثاني أكسيد الكربون وبخار المية، بينما الطاقة المنطلقة عن التنفس اللاهوائي قلنا 2 ATP، بينما العوادم زي ما شفنا كده في حالة الخلايا النباتية كان بيبقى فيه كحول إيثيلي، وأيضا في الأنسجة والعضلات بيكون عندي حمض اللاكتيك، وهنعرف الضرر اللي ممكن ينشأ عنه حمض اللاكتيك في الحلقات القادمة إن شاء الله. الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو بقى التنفس الإنسان من الناحية الوظيفية، من الناحية التركيبية والتشريحية، الجهاز التنفسي في الإنسان. قبل ما نبتدي في الجهاز التنفسي في الإنسان وناخد شرحه، تعال نشوف فيديو على مكونات الجهاز التنفسي ونشوف كل مكون من المكونات بتاعته ونقول ايه هي الأجزاء الهامة في هذا الفيديو. الجهاز التنفسي هو جهاز مهم جدا للإنسان، عشان كده معظم مكونات هذا الجهاز تقع داخل تجويف صدري محاط بمجموعة من العظام، ويقع معه أيضا القلب. الجهاز التنفسي يبدأ بالأنف، والأنف زي ما احنا عارفين بيبقى مبطن بشعيرات دموية، وأيضا في شعر، وبيفرز مخاط. الهواء لما بيدخل في الأنف لابد أن يتم له فلترة. طبعا انتوا عارفين ان دخول الهواء بنسميه كلمة شهيق، او بنعرفه باسم الشهيق، وخروج الهواء زفير. تجويف الأنف زي ما انتوا عارفين بيؤدي الى البلعوم، والأنف زي ما قلت عليه هو مبطن بشعيرات دموية كثيرة، وفي شعر لحجز الأتربة والميكروبات، وبيفرز مخاط لنفس السبب. البلعوم اللي هو الجزء اللي يلي على طول الأنف ده بيبقى طريق مشترك لكل من الهواء والمية والطعام. الجهاز التنفسي كتركيب أجزاءه بسيطة، لكن مهم جدا نبقى عارفين وظيفة كل جزء وكيف يعمل. آلية التنفس اللي هي قلناها بقى قبل كده شهيق وزفير، دي درست في مرحلة سابقة وأصبحت غير ذو جدوى أو أهمية لطالب الصف الثاني الثانوي، لكن مفيش مانع أن أنا لما أتفرج على فيديو أو أشوفه أن أنا برضو أتفرج على ميكانيكية العمل. القصبة الهوائية دي بتبقى مزودة بحلقات غضروفية، هذه الحلقات الغضروفية تجعل القصبة الهوائية مفتوحة على الدوام، والحلقات الغضروفية غير كاملة الاستدارة، علشان لما يتمدد المريء خلف القصبة الهوائية ويضغط يكون في مكان تقدر تضغط عليه أو يتمدد فيه المريء. لو كانت الحلقات الغضروفية كاملة الاستدارة لن يجد المريء مساحة يتمدد من خلالها، بس طبعا ما تكونش البلعة الغذائية كبيرة قوي، عشان لما يتمدد البلعوم ما يتمددش بشكل كبير فيضغط على مجرى التنفس إلى القصبة الهوائية،
ويؤدي ذلك الى الاختناق. كلنا عارفين واقعد بقول لك زور ومش زور، هي دي بقى النقطه اللي احنا بنتكلم عليها. الحلقات الغضروفيه اللي في القصبه الهوائيه تجعل القصبه الهوائيه مفتوحه على الدوام زي ما انا قلت. ده بالاضافه ان في اهداب في القصبه الهوائيه تعمل على طرد الاجسام الغريبه اللي بتدخل مع الهواء. ايضا القصبه الهوائيه من الداخل بتفرز مخاط، هذا المخاط بيرطب جدر الحويصلات الهوائيه ويرطب من الداخل القصبه الهوائيه. المكونات الاساسيه اللي احنا قلناها الانف وبعدين البلعوم، وخلي بالكم ان البلعوم ده مشترك ما بين الجهاز التنفسي وما بين الجهاز الهضمي، فهو ممر للطعام وممر للماء وممر للهواء، عشان كده في جزء مهم جدا اسمه لسان المزمار، ده بيسد فتحة القصبة الهوائية عند البلع، فكل شوية ترتفع القصبة الهوائية إلى أعلى ويهبط لسان المزمار إلى أسفل عشان يسد فتحة القصبة الهوائية حتى يمر الطعام والشراب إلى مجرى الجهاز الهضمي إلى المريء ولا يدخل إلى القصبة الهوائية. أحيانا يخطأ الإنسان نتيجة فعل منعكس آخر حدث، لأن اللي حصل الأولاني ده كان فعل منعكس، البلع فعل منعكس منسق، يعني بيتم خارج نطاق المخ، ملوش دعوة، مش تحت سيطرة المخ خالص. فأحيانا بيجي فعل منعكس تاني في الوقت اللي أنا ببلع فيه يعطل هذا الفعل المنعكس الأولاني، فما ينزلش اللسان المزمار وما ترتفعش القصبة الهوائية، وبالتالي الطعام أو الشراب بدل ما يدخل في المريء يخطأ ويدخل في القصبة الهوائية، ونقول في هذه الحالة الواحد شرق. يبقى الشرقة، الشرقة ديت هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن دخول طعام أو ماء إلى مجرى التنفس بدلا من مجرى الجهاز الهضمي. طبعا بعد كده زي ما احنا شايفين، لو تخيلنا جزيء هواء كده من الجزيئات الهوائية اللي دخلت من اول الانف وتتبعناها خطوة بخطوة، هلاقي بتخش على الانف. تخيلوا ان الانف ده دافي من جوه بسبب الشعرات الدموية اللي موجودة فيه عشان تعمل على تدفئة الهواء اللي داخل الى جسم الانسان. جسم الانسان 37 درجة، ودرجة الحرارة بتاعت الهواء ممكن تكون درجة حرارة منخفضة جدا. يبقى سبب غزارة الشعيرات الدموية الموجودة في بطانة الأنف الداخلية ترجع إلى تدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين، وإن كانت الكمية اللي بتدخل ما بتلحقش تتدفى بشكل كافي، لكن ما تنسوش إن الرئتين أساسا بيبقوا ممتلئين بالهواء. الدم مهم جدا في تدفئة الشعيرات أو في تدفئة ممر الأنف ليبدأ الهواء ينتقل بعد ذلك إلى البلعوم. والبلعوم زي ما انا قلت لكم من شوية هو طريق مشترك بين الجهاز الهضمي وبين الجهاز التنفسي، وعشان كده لما بيتم عملية البلع لابد ان يكون هناك انسداد يتم للقصبة الهوائية. العضو المسؤول هو لسان المزمار، واضح قوي من الفيديو ان بيقول هل الطعام والشراب هيدخل ازاي وهل الهواء هيدخل ازاي. السهم الاولاني اللي بيشير ده واضح انه رايح للمريء، يبقى ده اكل. لكن السهم الثاني اللي بيتحرك للامام ده رايح للقصبه الهوائيه، يبقى ده ممر الهواء. ده لسان المزمار، الجزء الاصفر اللي واضح قدامكم ده رسم كده للسان المزمار عشان نشوف بشكل كاريكاتير كده اللي ممكن يحصل نتيجة حدوث البلع. كل ما باجي أبلع عشان الطعام يدخل في المريء وما يدخلش في القصبة الهوائية لابد أن يحدث انسداد. شوفوا كده الحنجرة بتعمل إيه؟ الحنجرة بتتحرك إلى أعلى عشان القصبة الهوائية بتطلع لأعلى، خدنا بالنا في حركة الحنجرة إلى أعلى، بتتحرك إلى أعلى ولسان المزمار بيهبط إلى أسفل، وبالتالي بيحصل انسداد لهذه المنطقة من القصبة الهوائية. كلنا عارفين ان الحنجرة هي عضو الصوت، بتتكون من ثلاث غضاريف، وبيبقى مشدود على الحنجرة حبلين اسمهم الأحبال الصوتية، كلكم شايفينهم؟ أيوة، دول بيبتدوا يتحركوا أثناء الصوت، وبالتالي الصوت ما هو إلا حركة هذه الأوتار.
يبقى الصوت بينشأ نتيجة حركة الوتر، وبيبان الحركة دي قوي بتصوير من خلال كاميرات بيتم منظار كده يدخلوه في فتحة الفم، وبعدين يبتدي يقول له قول أو يعمل أصوات عشان يبتدي يشوف شكل الأحبال الوترية وهي بتتحرك. بعد كده بيمر الهواء زي ما احنا عارفين في القصبة الهوائية زي ما واضح كده من الفيديو. القصبة الهوائية فيها أكتر من ملائمة وظيفية، إن هي بتبقى مغلظة بحلقات غضروفية، والحلقات الغضروفية دي عشان تجعلها دائما مفتوحة، سواء بقى نايم صاحي بلعب هي مفتوحة باستمرار. والحلقات الغضروفية دي حلقات غضروفية غير كاملة الاستدارة، يعني هي من وراء مش كاملة الايه الاستدارة. القصبة الهوائية بتتفرع الى شعبتين، كل شعبة بتبتدي تتفرع الى عدة تفرعات وقصيبات وشعيبات لغاية ما بتوصل كل تفرع الى حويصلة هوائية. دخلت كده الجزيء بتاع الهواء دخل جوه، او جزيئات الهواء دخلت جوه الانتفاخ ده اللي يسميه الحويصلات الهوائية. يبقى بتدخل كل شعبة في رئة، وبعدين تتفرع، وبعدين تتفرع الى شعيبات، وتنتهي بتفرعات دقيقة تصل او تتصل باكياس رقيقة ودقيقة وصغيرة تسمى الحويصلات الهوائية. انتوا عارفين ان الخلايا دي، طبعا الجزء ده بيوضح خلايا مناعية، لكن احنا بنقول عملية التنفس عملية بتتم عن طريق حاجتين اتنين. الحاجة الاولانية خاصة بعملية تبادل غازات، ودي احنا قلناها خلاص، والحاجة التانية هي عملية انتقال بعد كده الاكسجين الى الدم ضمن تبادل غازات. لكن لما الاكسجين يوصل الى الخلايا وتتم عملية الاكسدة، هنا في هذه الحالة هيبقى التنفس اسمه تنفس خلوي. الرئتين كلكم شفناها في الفيديو بتحتوي على عدد كبير جدا من الحويصلات الهوائية، بيوصل عددها حوالي 600 مليون حويصلة، وجدرها بتكون رقيقة وتحاط بشعيرات دموية كثيفة جدا. دي صورة بتوضح مقطع في الرئة، شكل على اليمين شكل الحويصلات الإسفنجية الموجودة، والشكل على الشمال التفرعات المتشعبة جوه هذه الرئة اللي بتوصل لغاية الحويصلات الهوائية. الجزء اللي تحت الرسم ده هو الحجاب الحاجز اللي بيتحرك إلى أعلى وإلى أسفل عند حدوث الزفير وحدوث الشهيق. لما بيتحرك إلى أعلى القفص الصدري بيبقى ضيق فيطرد الهواء الخارج، ده زفير. لكن لما بيهبط إلى أسفل الحجاب بينزل لتحت، بيتسع التجويف الصدري عشان يحصل الشهيق. الكلام ده طبعا انتوا عارفين. تعال نشوف مع بعض كده فيديو برضو بيوضح تركيب الجهاز التنفسي، جزء خاص بالتفرعات اللي موجودة في مقطع في الرئة، هنشوف الشكل دوت ونوضح. ده مقطع في الرئة، كلنا شايفين الفراغات والتفرعات الرهيبة جدا جدا جدا، 600 مليون حويصلة في الرئتين، ده يعتبر حاجة رهيبة يعني. كل التفرعات دي بتزيد تدريجيا غاية ما تبقى لا ترى بالعين، ولكنها محتاجة إلى ميكروسكوب وميكروسكوب إلكتروني لغاية ما أوصل إلى الحويصلات الهوائية. يبقى الجزء الخاص بعملية التنفس مهم جدا نبقى عارفين التركيب، عارفين الملائمة الوظيفية. لما اجي اتعرض بقى لكل جزء من الاجزاء اللي احنا قلناها وقلنا كملائمة وظيفية، لما اجي اقول ايه الملائمة الوظيفية اللي في الانف، ان فيها شعر حجز الاتربة، ان فيها مخاط لحجز الاتربة، ان هي مبطنة بشعيرات دموية لتدفئة الهواء، كل دي اسمها ملائمة وظيفية. لما اجي اروح للبلعوم واقول برضو ايه الملائمة الوظيفية اللي في البلعوم، اقول انه مزود او بينتهي او عنده في اللسان المزمار لانه ممر مشترك، ده بيسد لي القصبة الهوائية عشان يحصل البلع السليم. لما اجي اروح للقصبة الهوائية اقول ايه الملائمة الوظيفية اللي في القصبة الهوائية،
أو المزودة بحلقات غضروفية، والحلقات الغضروفية تجعل هذا الممر مفتوح دائما، وكمان مبطنة بأهداب. هذه الأهداب تعمل على دفع الأجسام الغريبة للخارج اللي هي الكحة اللي احنا بنسميها السعال. أيضا الطبقة المخاطية اللي بتفرز واللي بيطلق عليها اسمها البلغم، هذا المخاط الذي يفرز من القصبة الأوية هو الذي يقوم بحجز الأتربة وطردها إلى الخارج. كل دي ملائمة وظيفية. لما أوصل للرئتين أنا عارف أن الرئتين موجودين داخل غشاء يسمى البلورة، هذا الغشاء يحميها من الاحتكاك المستمر مع القلب، وتكون الرئة اليسرى أقل حجما من الرئة اليمنى، وذلك لوقوع القلب جهة اليسار قليلا. ده بالإضافة أنها تحتوي على عدد كبير جدا بالملايين من الحويصلات الهوائية عشان تزود من مساحة السطح اللازمة لعملية تبادل الغازات اللي بتتم بين الدم وبين الهواء المحبوس داخل هذه الحويصلات. بالإضافة رقة الجدار، هذه الحويصلات تتميز بأنها رقيقة الجدار، رقة الجدار تسمح لها بسهولة تبادل الغازات. ده بالإضافة أنها محاطة بشعيرات دموية كثيفة، كل حويصلة هتلاقيها محاطة بشعيرات دموية كثيفة علشان يتم عملية تبادل الغازات من خلال الدم، فكلما زادت نسبة الدم المار حوالين الحويصلات كلما زادت كفاءة الجهاز التنفسي. كل اللي أنا قلته ده كفاءة من كفاءات الجهاز التنفسي عشان نعلم مدى حب ربنا لينا ونقدر نشوف قدراته في هذا الجهاز التنفسي. وعشان كده عرضنا الفيديو وعرضنا الفيديو التاني عشان نعرف قد ايه الشعيرات والتفرعات الرهيبة وعددها الرهيب عشان حضرتك تقدر تعمل شهيق وزفير بكل سهولة وتحيا حياة طيبة. حويصلات اللي احنا اتفقنا عليها محاطة بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية زي ما واضح كده علشان ايه؟ علشان سهولة وعملية تبادل الغازات. الجهاز التنفسي بيلعب دور هام جدا في إخراج بعض المية، يعني حتى المية اللي بنخرجها من بخار المية دي بيخرجها الجهاز التنفسي، لكن هي كأنها إخراج بالضبط. هذا البخار الذي يخرج مع الجهاز التنفسي يقدر تقريبا بحوالي 500 سنتيمتر مكعب من الماء يوميا بيخرجه عن طريق الرئتين، يعني تقدر تقول ان في نص لتر كامل بيخرج مع هواء الزفير. ما تستهترش بهذا الماء، هذا الماء يخلص الجسم من جزء كبير جدا من المية. ما يبقاش خروج المية بس مساره الكليتين او الجلد، فاحنا بنخرج مية بكميات كبيرة، فعشان كده تعددت طرق خروج الماء من الجسم، فاما من الرئتين او من الجلد او من الكليتين. يمثل المية اللي خرجت في صورة بخار مية تمثل 20% تقريبا مما يخرجه الإنسان يوميا، فيخرج الإنسان يوميا 2500 سنتيمتر مكعب، يعني متوسط ما يخرجه في اليوم 2500. لما شيل منهم 500 سنتيمتر مكعب خرجوا عن طريق هواء الزفير، يبقى في 2 لتر بيخرجوا عن طريق الجلد وعن طريق الكلى. في الصيف خروج الماء من الجلد أكبر من خروجه من الكلى، عشان كده بيكون معدل التبول في الصيف ممكن يكون أقل. على عكس الشتاء خروج المية من الجلد بتكون أقل لأن درجة الحرارة منخفضة، عشان كده بتتحمل الكلى في الشتاء عبء أكبر في خروج المية. لكن ما انساش ان الجهاز التنفسي ريح الجلد وريح الكلى واخرج 500 سنتيمتر مكعب في صورة بخار، هو ده كان عنصر من عناصر الاخراج الذي يقوم به الجهاز التنفسي. والاول مرة بقى كده نكتشف ان الجهاز التنفسي يعمل كعضو او كجهاز ايه اخراجي. لما خرج لي جزء من الماء اللي كان مفروض يخرج عن طريق الكلى. خلاص طيب نروح بعد كده نشوف بنية الرئتين على جزء كده للجهاز التنفسي، ونشوف برضو التركيب بفيديو آخر عشان نشوف المكونات ونقدر نشوف برضو حركة الهواء وتبادل الغازات إلى آخره. نشوف مع بعض الفيديو ده. تعرفين طبعا الجهاز التنفسي الجزء الأكبر فيه هما الرئتين،
ومكانهم انتوا عارفينه في تجويف الصدر. وبعدين دي بقى اللي انا كنت بقول عليها عمليه تبادل الغازات اللي بتتم ما بين الهواء اللي موجود في الرئتين وما بين الشعيرات الدمويه. اكيد بيدخل من الدم الى الحويصلات ثاني اكسيد الكربون، وبيخرج من الحويصلات الى الدم الاكسجين، او ده اسمه تبادل غازات. يبقى في عمليه اسمها عمليه تبادل الغازات اللي بتتم ما بين الحويصلات الهوائيه وما بين الشعيرات الدمويه المحيطه بها. عمليه تبادل غازات، يترك الدم الاكسجين، اسف، يترك الدم ثاني اكسيد الكربون في الحويصلات ويتحمل الدم بالاكسجين. هكذا تتم عمليات تبادل غازات. كميه الشعيرات الدمويه رهيبه جوه، والتفرعات رهيبه، والحويصلات بشكل رهيب جدا. عشان كده احنا بنقول ان الجهاز التنفسي جهاز رائع في اداء وظيفته. قد ايه عنده من الملائمات الوظيفيه اللي تخليه يعمل بكفاءه عاليه جدا. كده بيكون جزء مهم جدا بالتنفس قد انتهى، وان شاء الله هنخرج لفاصل ونستكمل الحلقه مع الجهاز الاخراجي والاخراج في الكائنات الحيه. مرة تانية وموضوع جديد وحلقة جديدة واستكمالا لهذه الحلقة، لكن الموضوع هو اللي جديد هو موضوع الإخراج. ولأن التنفس والإخراج بينهم من بعض علاقة، لأن أنتوا شفتوا لما حصل تنفس في الكائنات الحية كان هناك عوادم، بقاء هذه العوادم في الجسم قد تسبب ضرر للجسم. عشان كده كان يتطلب أن يجاور الجهاز التنفسي في هذه الحلقة الجهاز الإخراجي أو مفهوم الإخراج. مهم جدا نعرف أن الفصل الرابع اللي احنا هنشرحه في هذه الحلقة وهو الإخراج في الكائنات الحية، أكيد لازم نعرف مفهوم الإخراج. يعني إيه الإخراج؟ الإخراج هو أو هي عملية يتخلص بها الجسم من الفضلات الناتجة عن أكسدة الغذاء داخل خلايا الجسم، وتعبر، خلي بالك من كلمة تعبر دي، الفضلات أغشية بلازمية عند خروجها. ما لو ما عبرتش ما يبقاش ده إخراج، ما يبقاش إخراج. وعشان كده هنرجع لسؤال تقليدي كلنا تقريبا فاهمينه، أن هناك ما يخرج من الجسم شيئين هما البول والبراز. لماذا يطلق على البول إخراج ولا يطلق على البراز إخراج؟ لأن البول مكوناته عشان تترك الجسم لابد وأن تعبر أغشية، بينما فضلات عمليات الهضم التي تمر في الجهاز الهضمي عند خروجها من الجسم لا تعبر أغشية. لذا أطلق على مكونات البول إخراج ولم تطلق على التبرز عملية إخراج. هناك اختلاف بين مفهوم الإخراج ومفهوم التبرز، والجدول ده واضح أو في الفرق ما بينهم. فالإخراج هي أو هو فضلات ناتجة عن احتراق الغذاء داخل خلايا الجسم، وعند خروجها من الجسم تعبر أغشية بلازمية، وده اللي احنا قلناه. أما التبرز فدي فضلات ناتجة عن عمليات هضم الطعام داخل الجهاز الهضمي، وعند خروجها من الجسم لا تعبر أغشية بلازمية، لذا لا يعتبر التبرز إخراجا. في حاجات تانية لو حبيت أقولها، هنيجي نشوف المواد اللي ممكن تنتج من الجسم في كمواد إخراجية. أولا بتخرج عن أي مواد، نمرة اتنين بتخرج عن طريق أي أعضاء. إذا معنى ذلك أن الجسم يحتوي على عدد من الأعضاء. فنشوف مثلا ثاني أكسيد الكربون،
لما يجي يخرج من الجسم يخرج منين؟ ملوش ممر خروج غير الرئتين. يبقى ثاني اكسيد الكربون لا يخرج من الجسم الا عن طريق الرئتين في صوره عمليه تسمى عمليه الزفير. طب ثاني اكسيد الكربون ده بينتج عن اكسده مين؟ ثاني اكسيد الكربون ينتج عن اكسده المواد الكربوهيدراتيه، الميه. الميه ما شاء الله كده متسعه شويه. لما بتيجي تخرج من الجسم بتخرج منين؟ بتخرج الميه من الجسم من ثلاث مناطق. بتخرج عن طريق الرئتين في صوره هواء الزفير، وبتخرج عن طريق الجلد في صورة العرق، وبتخرج عن طريق البول أو عن طريق الكلى في صورة البول. ده خروج المية. طب ليه تعددت خروج المية بهذا الشكل؟ لأن كمية المية اللي بتخرج من الجسم كمية كبيرة، لسبب أن المواد السامة التي تنتج في الجسم الحمد لله إنها مواد ذائبة، فتذوب في هذه الكمية الأكبر من الماء فتخرج من الجسم. لكن لو كمية المية اللي بتخرج قليلة من الجسم هبقى تركيز المواد السامة فيها بيزيد، وبالتالي لما يزيد تركيز المواد السامة قد تسبب أضرار في أعضاء الإخراج. الفضلات النيتروجينية، أخطر حاجة هي الفضلات النيتروجينية اللي هي البولينة وحمض البولين، وهذه المواد لا تنتج من أكسدة الكربوهيدرات ولكنها تنتج من أكسدة البروتينات. وبالتالي من هذا المبدأ أقول إن أكسدة الكربوهيدرات أفضل من أكسدة البروتينات، لأن أكسدة الكربوهيدرات طلعت لي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، ودول يسهل التخلص منهم من الجسم عن طريق الرئتين، عن طريق الكلى، عن طريق الجلد إلى آخره. أما الأيض بتاع البروتين فبينتج عنه بولينة وحمض بوليك، وخروجهم سهل ما فيش في صعوبة، بس بيكون عن طريق الكليتين بنسبة 99% وقليلا جدا عن طريق الجلد. فإذا فشلت الكليتين في الإخراج يموت الإنسان، لأنه هي المسؤول عن إخراج الفضلات النيتروجينية السامة. إنما الجلد لو توقف عن العرق فيش مشكلة، صحيح هو بيساعد في ترطيب الجلد وبيساعد في عمليه الاخراج، بس هو مش عضو الاخراج الاساسي، ده بيعملها مجامله للكلى، بيعملها عشان وظيفه تانية ان يبقى في ترطيب للجلد، بيعملها عشان وظيفه ثالثه عشان تبقى درجه حراره جسمي 37 ما ترتفعش. يعني العرق في الجلد مش عامله حبا كده في الكلى كده كاخراج، ده الجلد بيساعد وفي نفس الوقت مستفيد. فالعرق له ثلاث وظائف، اخراج وترطيب للجلد، لكن الوظيفة الأعلى والأكبر هي خفض درجة حرارة الجسم. لو مفيش عرق يرتفع الجسم، عشان كده الكائن الذي لا يملك غدد عرقية عليه أن يتصرف في تبريد جسمه، فالكلب يلهث لإخراج كمية من بخار المية أو يخرج كمية من الطاقة أو وهكذا علشان ما عندوش عرق، يبقى لازم يخرج من حتة تانية اللي هو خروجه مع الهواء اللي بيخرج من فتحة الفم. الأملاح بتخرج عن طريق الكليتين والجلد، لكن أحيانا تكونوا عارفين إن في توابل بتتحط على الأطعمة وهي عبارة عن نوعين من المواد، مواد متطايرة ومواد مذابة. المذابة زيها زي المية، هتخرج مع العرق، هتخرج مع البول عن طريق الكليتين أو عن طريق الجلد، لكن المواد المتطايرة لها خروج واحد بس عن طريق الرئتين، يبقى خروجها مع هواء الزفير. دي بالنسبة للتوابل اللي هي المواد المتطايرة، أما الذائبة فتمر كما يمر الماء. أعضاء الإخراج في الإنسان، في كم عضو من أعضاء الإخراج في الإنسان؟ هتستغربوا، كل الناس فاكرة إن عضو الإخراج الوحيد اللي في الجسم الكليتين وخلاص. اثنين، الجلد. اعتراف مننا ان الجلد عضو اخراج. طب هو عضو اخراج ولا هو عضو حماية؟ طب هو عضو حماية ولا هو عضو احساس؟ ما هو الجلد ما شاء الله. طب هو عضو احساس ولا هو عضو في جهاز المناعة للحماية؟ يبقى تحس ان الجلد كده ما شاء الله كده عضو ربنا يبارك فيه كده متعدد الوظائف. بيعمل اخراج لما بخرج العرق، والاحساس جرب كده وشوف بتحس من خلال جلدك ولا لا، وبعدين
جهاز جزء من الجهاز المناعي يبقى عضو حماية بيحمي الجسم من غاز الميكروبات. ثلاثة الرئتين رغم دورها الرهيب جدا في الجهاز التنفسي إلا أنها أيضا لها دور في الإخراج. لما أخرجت لي ثاني أكسيد الكربون كنواتج عن عملية إخراج ولما أخرجت لي بخار المية. أربعة الكبد. الكبد من الأعضاء الخطيرة جدا في جسم الإنسان، ربنا يشفي كل أمراض مرضى الكبد في كل مكان في العالم. ليه؟ لأن لما نشوف أن الكبد بيلعب كام دور من أدواره الرهيبة، لما شفناه في التغذية كان له دور في عمليات الهضم، هضم الدهون بإفرازه للصفراء، لما شفناه في النقل كان ليه دور ودور رهيب، لما أفرز الهيبارين عشان يمنع تقلط الدم داخل الأوعية الدموية، ولما أفرز البروثرومبين عند حدوث الجرح عشان يساعد في تكوين الجلطة الدموية فيوقف النزيف. إذن الكبد في التغذية معانا وفي النقل كان معانا في الجهاز الدوري وفي الإخراج معانا. الكبد عضو إخراج، عضو إخراج لأنه يحجز السموم بداخله ويحولها إلى مركبات أقل سمية. دي هما أربع أعضاء سميتهم أعضاء الإخراج في الإنسان. تعال نشوف أول عضو من أعضاء الإخراج هنشرحه وهو الجلد. دي طبعا هعرفكم بس الأعضاء بالصورة، اللي على اليمين دي الكلى واللي على الشمال ده الجلد، وكلكم عارفين طبعا إنه الكبد عضو إخراج وعارفين طبعا الجهاز التنفسي عضو إخراج. دي الأربع أعضاء أعضاء الإخراج. نبتدي بالجلد. الجلد زي ما احنا شايفين صورته كده بالظبط بيكون من طبقتين، طبقة سميتها البشرة وطبقة سميتها الأدمة، لكن الجلد ملتصق بالعضلات. الجلد متصل وملتصق بالعضلات، يربط الجلد بالعضلات طبقة دهنية، فالطبقة الدهنية دي كلنا بناخد بالنا والراجل بيشفي او بياخد في الدبيح والحاجات ديت، فتلاقي وهو بينزع الجلد بينزع بطرف سكين، فتكتشف ان ما بين الجلد بتاع الحيوان والعضلات التي تليها في طبقه بيضة كده هي الطبقه الدهنيه. يبقى يتصل الجلد بالعضلات عن طريق طبقه دهنيه. لما اجي اقول مما يتكون الجلد، قلنا يتكون الجلد من طبقتين، طبقة بسميها البشرة الخارجية وطبقة بسميها الأدمة، وقلنا خلاص أنه حيلتصق الجلد بالجسم أو بعضلات الجسم عن طريق طبقة دهنية. شايفين الجزء الأصفر اللي تحت ده الطبقة الدهنية اللي بتساعد على التصاق الجلد بهذه العضلات. البشرة بقى بتتكون من إيه؟ بشرة الجلد بتتكون من خلايا طلائية عريضة مفلطحة، ومنها جزء غير حي بيكون ملان بمادة من الكيراتين، هي طبقة بيسموها الطبقة القرنية. تبقى الطبقة القرنية هي مجموعة الخلايا السطحية الموجود بها مادة اسمها الكيراتين. هذه المادة توجد في الخلايا، وهذه الخلايا خلايا تعتبر ميتة، عشان كده تتساقط باستمرار، ويترسب الكيراتين مكونا مواد قرنية تكون الأظافر، فالأظافر كيراتين طبقة قرنية أو مادة قرنية. في كمان في الجلد خلايا صبغية، هذه الخلايا اللي بتفرز مادة ذات حبيبات تسمى الميلانين، هذه المادة التي تكسب الجلد لونه الطبيعي، فنجد كلما زادت الميلانين في خلايا الصبغية للبشرة كلما زاد درجة لون السمار بتاع الإنسان، وكلما تقل بقى يبتدي اللون يبقى فاتح، عشان كده تعددت درجات لون البشرة من اللون الزنجي الأسمر القاتم حتى اللون الفاتح تماما، ده اللي احنا بنشوفه بسبب وجود مادة الميلانين. بعض الأطفال تولد بلا ميلانين خالص، وبالتالي بيسموه أمهق، وهو بيسموه عدو الشمس لأنه ما عندوش في
البشرة بتاعته ما فيهاش مادة الميلانين، وبالتالي يسهل لأشعة الشمس أن تخترق الجلد وتصل إلى الأنسجة وتعمل بها التهاب. عشان كده دول من الأشخاص الممنوعين من وقوفهم في الشمس لفترات طويلة، لأنهم بيتأثروا بسرعة ويحصل لهم التهابات في الجلد نتيجة غياب مادة الميلانين. على عكس الجماعة الأفارقة بقى، جماعة اللي هم الزنوج السود، دول ما شاء الله بيقفوا في الشمس بالساعات الطويلة وما عندهمش أي مشكلة، لأن وجود صبغة الميلانين عاملة زي الستارة السوداء اللي تمنع دخول أشعة أو تنفذ الأشعة بسهولة. وجود هذه الحبيبات الميلانين تمنع اختراق الأشعة بكميات كبيرة أو تقلل من اختراقها. ده بالنسبة لفرق ما بين الأبيض والأسمر في وجود وغياب الميلانين. الأدمة هي المنطقة التي تلي البشرة، بتلي البشرة وتتكون من نسيج ضام بيحتوي على أوعية دموية ونهايات عصبية حسية وغدد عرقية وغدد دهنية وبصيلات الشعر وخلايا دهنية. كل ده فين؟ كل ده في الأدمة. يبقى السؤال، هل الجلد بتاعنا بيتكون من نسيج من نوع واحد ولا بيتكون من نسيج أو من نوعين من النسيج؟ لا، عنده نوعين. البشرة نسيج طلائي والأدمة نسيج ضام. عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ البشرة نسيج طلائي والأدمة نسيج ضام. جلد واحد لكن في طبقتين مختلفتين في نوع الأنسجة، وأكيد أنتوا دارسين في أولى ثانوي كل الأنسجة في الإنسان. الغدة العرقية جزء من مكونات الجلد، بتتكون من أنبوبة رفيعة بتلتف حول نفسها وتفتح عند سطح الجلد عن طريق ما يعرف باسم المسام. فالمسام هي فتحات بتاعة القنوات ديت أو الأنابيب ديت. واضح إن الغدة العرقية لازم تكون محاطة بشعيرات دموية، عشان هي ده دورها أن تستخلص بعض الفضلات والماء من والأملاح من الدم وتنقله عبر هذه القناة إلى سطح الجلد فيخرج عن طريق المسام. كلنا عارفين شكل الغدة العرقية، هي عبارة عن أنبوبة زي ما انتوا شايفينها كده على الرسم، وبتنتهي بغدة عرقية. الأنبوبة ملتفة عدة التفافات عشان تزود من مساحة السطح. أهم ما يميزها أنها تتصل بعدد كبير من الشعيرات الدموية عشان تزود من مساحة السطح، عشان تقدر تستقبل هذه الغدة بعض الفضلات والماء بكميات أكبر والأملاح، وبعدين تبتدي تصعد إلى خارج في صورة العرق. بتستخلص الغدد العرقية مكونات العرق اللي احنا عرفناها، بتستخلصها من الشعيرات الدموية المحيطة، وان العرق يتكون من الماء واملاح غير عضوية وقليل من اليوريا، لكن ده ما يمنعش ان الكلى هي اللي تخرج الحجم الاكبر من هذه المكونات. الشعرة، الشعرة الجزء الثاني من مكونات الجلد. الشعرة بتتكون من ايه؟ الشعرة بتتكون من بصيلة. كلنا ممكن عندنا قدرة ننزع شعرة بقوة شوية عشان نشوف البصيلة بتاعتها، بس لما اجي انزعها انزعها من نسيج رقيق علشان تبقى واضح فيها البصيلة. البصيلة جزء في نهاية الشعرة كده بتبقى موجودة في منطقة الأدمة. طبعا واضح الشعرة البصيلة وليها طبعا شعيرات دموية بتحيط بيها، بس خلي بالكم أن الشعرة يعانقها غدة دهنية. هذه الغدة الدهنية تفرز سائل دهني يعمل على مرونة وليونة، يكسب بقى الشعر الليونة والمرونة، فيسهل خروجها من الجلد في بدايته، وعندما تنمو لا تتقصف، ما تتقصفش. بسبب ايه؟ بسبب وجود هذه الطبقة الدهنية. عشان كده كثرة غسيل الشعر ليست فيه إفادة، يعني مش كل ربع ساعة أغسل شعري، كل شوية أغسل شعري، لأن كل ما بغسل شعري كل ما أنا بتخلص من الطبقة الدهنية اللي موجودة فوق الشعر، وبالتالي ما بيستفدش منها فيبقى الشعر أكثر جفافا. مش معنى كلامي إن إحنا ما نغسلش شعرنا خالص ونقول عملنا بمشورة الأستاذ حسن، لا،
انا بقول ما نعملش الموضوع ده بمعدل اكبر من المعدل المطلوب، لان الغده الدهنيه بتفرز طبقه دهنيه بتدي للشمعه المرونه والليونه فلا تتقصف، وبالاضافه ان بيسهل خروجها من الجلد. ايضا مهم جدا تبقوا انتوا عارفين ان كل شعره لها عضله موجوده وواضحه في الصوره، العضله ناصبه الشعره، هذه العضله تتصل بالجلد وتتصل بالطرف الاخر بساق الشعره. هذه العضله بتكون في حاله ارتخاء، فيكون الشعر نايم على سطح الجلد، لكن اول ما تنقبض هذه العضله يستقيم الشعر. كلنا بنشوف القط وهو داخل في خناقه مع الكلب، تلاقي اول ما بيزيد عنده الرعب بيزيد عنده هرمون اسمه الادرينالين، والادرينالين يعمل انقباض في هذه العضله فتنتصب الشعر. فدائما انتصاب الشعر مرتبط بالخوف عند الانسان او عند الكائنات الاخرى، لكن هو اكثر وضوحا عندما يخاف القط من الكلب، فتبتدي تحس ان الشعر ده وكانه اصبح انفذ مش قط. ليه؟ بسبب انتصاب هذه العضلة، عشان كده سموها العضلة ناصبة الشعرة، ولا تنقبض إلا في حالات معينة منها زيادة إفراز هرمون الأدرينالين فتنقبض العضلة فتستقيم الشعر. وكلكم عارفين المثل اللي بيقولك أنا من الخوف شعري وقف، يبقى ده نتيجة انقباض العضلة. ده الغدة الدهنية، وعرفنا أهميتها في أنها بتسهل خروج الشعرة من الجلد، وأيضا شفنا صورة لشكل الشعرة وهي محاطة بطبقة من الدهن. بيتصل بالشعرة زي ما قلت لكم برضو العضلة اللي بتحرك الشعرة عند انقباض هذه العضلة. بنركز تاني على الصورة عشان اوضح لكم اللون البني ده الفاتح ده شوية، دي هي العضلة اللي يسموها العضلة ناصبة الشعر. في نهايات عصبية، ولو ما كانش في نهايات عصبيه يبقى كنا فقدنا الاحساس بالجلد. يبقى اهميه الاحساس بالجلد هنا او ايه اللي خلاها، لان في نهايات موجوده تحت سطح الجلد. تخيلوا ان الجلد ده فيه اكتر من مستقبل، بمعنى في نهايات مسؤوله عن توصيل الحراره بس، في مستقبلات للحراره، يعني لما يبقى الدنيا حر تبلغ المخ والجهاز العصبي الدنيا حر، ده المستقبلات بتاعت الحر وملهاش دعوه بالبرد. في مستقبلات تانية اسمها مستقبلات البرودة، دي بتستقبل البرودة لما تنخفض درجة الحرارة. في مستقبلات للحرارة، مستقبلات للبرودة، في مستقبلات للضغط لما بيضغط على سطح الجلد، وفي مستقبلات للألم لما شك بدبوس. كل نوع من هذه المستقبلات له، أو كل هذه المستقبلات لها أنواع متخصصة في استقبال مؤثر واحد فقط وتنقله إلى مركزه في المخ، عشان اللي راح للألم يروح لمركز الألم، واللي رايح لمركز إحساس بالبرودة يروح لمركز إحساس بالبرودة في المخ، فيشعر المخ فيعطي الإحساس. الدنيا حر، الدنيا برد، كل حاجة أنتوا بتحسوها عن طريق الجلد، الألم، الضغط إلى آخره. فهي تستجيب للضغط والألم والحرارة والبرودة واللمس. يمكن تكون الصورة دي برضو معبرة، لو خدت بالكم ان انا حطيت على سطح الجلد اربع مؤثرات، حطيت قطعة تلج وحطيت عود كبريت مشتعل بلسعه يعني، وصباع بيضغط وريشة بتمشي، وشوفوا المستقبلات اللي تحت، هتلاقوا المستقبلات رقم واحد المتفرعة دي اللي انتوا شايفينها دي خاصة باللمس ملهاش علاقة بحاجة تاني. لو انا بصيت على المستقبلات رقم 3 شايفينها اللي تحت دي موجوده تحت، عشان دي المستقبله على الضغط، يبقى لازم وانا بضغط اضغط جامد. طب لو بصيت على رقم 4، بصوا على 4 كده، 4 مستقبلات الالم وجنبها 1 مستقبلات اللمس، يبقى 4 ده مستقبلات الايه؟ الالم. عشان كده لما بدات السع الانسان او اشكه بدبوس 4 هي اللي استقبلت، و4 في شكلها ليست شكل 1 ولا شكل 2 ولا شكل 3. طب لما نروح لـ5 تلاقيها بتستقبل ايه؟ شايفين تحت قطعة التلج، يبقى بتستقبل الايه؟ بتستقبل البرودة بس، مفيش مستقبل زي التاني. عشان كده الجلد ما اروعه، الجلد عضو احساس يستقبل مؤثرات كتيرة، بيحس باللمس وبالضغط
وبالحرارة وبالبرودة وبالألم، كل ده يعتبر متعدد. عشان كده مش كل واحد أقدر أقول إن الجلد بيستقبل مستقبل واحد. عشان كده بيبقى الإنسان اللي فقد عينيه بيعتمد على حاسة اللمس في التعرف على الأشياء، نظرا لتعدد هذه المستقبلات، وتتضح وتظهر وتقوم بأعمالها بشكل رائع عشان تعوضه عن نعمة فقدان هذا البصر. العضو الثاني في الإخراج هي الكلى، وتعال نشوفها كده. دي الشكل بتاعها، شكل حتى احنا بنصف اي شكل في نوع من التدوير كده بنقول عليه شكل كلوي او كلوي، على اعتبار ان هو يشبه في ذلك الكلى. تختلف الكلى في الفقريات الدنيا عن الفقريات الراقية. طب مين الفقريات الدنيا ومين الفقريات الراقية؟ الفقريات الدنيا هي الفقريات البسيطة في التركيب والهي الأقل رقيا في أجهزتها وفي وظائف هذه الأجهزة. أما الفقريات الراقية فهي مثلها الإنسان. فلما نيجي نقارن ما بين كلية في ضفدعة ومقابل لها في الإنسان، فنكتشف أن هناك فرق في الشكل وفي التركيب وفي الحجم. ففي الفقريات الدنيا مثل الضفدعة، الكليات بالنسبة لها أعضاء طويلة ورقيقة وتمتد بطول العمود الفقاري. الكلى أيضا موجودة في الأسماك، كلنا بنشوف السمك لما بنيجي يتم تنظيفه أو نمسك الشوكة الداخلية اللي جوه ديت اللي هي سلسلة الظهر، نجد أن الكليتين ترتكزان على هذه السلسلة. الفقريات الراقية لا، الكلية هنا أعضاء أكثر اكتنازا، بقت كنزة وتقع خارج الغشاء البريتوني، بره الغشاء البريتوني. الغشاء البريتوني ده الغشاء اللي فيه أجهزة الجسم والمعدة وجهاز مكونات الجهاز الهضمي وكله، لكن هي بره هذا الغشاء وتقع على جانبي العمود الفقاري من الخلف. عشان كده يسهل سرقتها عند إجراء جراحة. لو واحد بيعمل عملية عمود فقاري يمكن للطبيب اللي ما عندوش ضمير إنه ممكن ياخد الكلى بتاعت هذا الشخص. عشان كده بتبقى سهلة لأنها بتبقى بره الغشاء البريتوني. لما اجي اشوف مكونات الجهاز البولي، الجهاز البولي مش بس كليتين، في كليه يمنى وكليه يسرى. ربنا خلق الكليتين ليه؟ علشان اذا تعطلت احداهما يمكن للكلى الاخرى ان تقوم بالوظيفه لهذه المهمة اللي هي الوظيفة الإخراجية. لأن وظيفة الكلى لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن الجلد ولا الكبد ولا الرئتين أن تحل محل الكليتين في عملية الإخراج، فهي زعيمة أعضاء الإخراج. الكليتين يفتح في كل منهما في حوض متسع يؤدي إلى حالب، وكل حالب يفتح في جزء متسع في الآخر في المثانة البولية اللي بتكون مزودة بعضلة عاصرة تؤدي إلى قناة بيسموها قناة مجرى البول. بيتكون الجهاز البولي من الكليتين وظيفتهم استخلاص البول من الدم، والحالبين نقل البول من الكليتين إلى المثانة، والمثانة تجميع البول لحين خروجه من الجسم. الكليتان بيقعان في الجزء العلوي من التجويف البطني للإنسان خارج الغشاء البريتوني على جانبي العمود الفقاري. لما أحب أوصفهم أقول طول الكلية حوالي 12 سنتي، وعرض الكلية حوالي 7 سنتي، وسمكها حوالي 3 سنتي. مهم جدا أوصف الكلى، علشان الكلى لها طول ولها عرض ولها سمك، مهم جدا عشان تخيلها. مش أمسك مثلا كلية خروف ولا كلية بقرة وأقول هل الحجم، لا احنا عارفين احنا الحجم بتاع الكلى في الإنسان، فهو 12 سنتي طولا و7 عرضا وسمك 3 سنتي. ونقدر نشوف الكلام ده من خلال عرض الفيديو اللي قدامنا دلوقتي. احنا عارفين ان طبعا بداية الجهاز الإخراجي جهاز مهم جدا جدا جدا، وأهم ما فيه وجود الكليتين. لو وجدت الكليتين مش مهم أي حاجة تاني، لأنها تقدر تستخلص لمكونات البول، وأقدر أغير مجرى خروج البول بأي شكل من الأشكال. نعمة ربنا علينا وجود أجهزة تعمل بكفاءة عالية، ومع ذلك الإنسان لا يحافظ على هذه النعم التي أنعم الله عليها اللي هي الأجهزة. أدينا شفنا من بداية عملنا في الصف الثاني وموضوعاته كلها موضوعات خاصة بأجهزة الجسم. ده الفيديو اللي هو بيوضح محفظة بومان، وهي المحفظة التي تبدأ
في دخول الدم من خلالها، ومحفظة بومن ده جزء متسع في تكوين النفرون كلنا شايفين، والنفرون هو الوحدة الوظيفية في الكلى. عندنا عدد كبير جدا حوالي 2 مليون في من هذه النفرونات، وبيدخل في كل محفظة من محفظة بومن بيدخل شعيرات دموية متفرعة من الشريان الكلوي، وهذه التفرعات اللي بتدخل بيترشح فيها عملية اسمها عملية الامتصاص أو آسف عملية الترشيح، إن المية والأملاح اللي موجودة في هذا الدم وطبعا الفضلات الإخراجية بيتنقل أيضا إلى هذا التجويف اللي كنا شايفينه اللي هو محفظة بومن. يمكن دي المعلومات اللي بتوضح كل كلى عملها في الجسم وحجمها ودورها، والمعلومات اللي احنا قلنا عليها ان طول الكلى حوالي 12 سنتي وعرضها حوالي 7 سنتي وحوالي 3 سنتي سمكة. طبعا الكلى بتخرج المية والأملاح والفضلات الإخراجية اللي انتوا عارفينها، بالإضافة ان مفيش مانع انها تخرج مواد تانية ذات أهمية، فهنا نبتدي نحط علامة انذار. فلما الاقي بقى فيه سكر بيخرج مع البول، لا ده هنا في مشاكل حدثت، لان ليس السكر او مش من مكونات البول ان يكون هناك السكر. موضع الكليتين قلنا على جانبي العمود الفقاري، وبيكونوا تقريبا على زوج الضلوع العائمة، بيبقى اقرب ليهم طبعا اخر زوجين من الضلوع. ده وضع الكليتين في الجسم. الجزء الخارجي لكل كلية منهم بتكون محدب، والداخلي بيكون مقعر، ومن الجزء المقعر ده بيخرج من جزء المقعر وريد كلوي بيصب في الوريد الأجوف السفلي، لكن بيدخل في كل كلى شريان كلوي متفرع من الأورطة، وده احنا عرفناه من الدورة الدموية. واضح طبعا وجود الكليتين على جانبي العمود الفقاري، وهما مرتكزتين على آخر زوجين من الضلوع، وداخل طبعا شريان اللي واخد اللون الأحمر، وخارج وريد، وخارج سائل البول في الحالب. حتى السؤال التقليدي اللي كان بيقول أن كل كلى يدخلها سائل ويخرج منها سائلين، اللي داخل كان السائل هو الدم الشرياني، واللي خارج كان الدم الوريدي ومكونات البول. البول لما بيتجمع في الكلى بيخرج على هيئة قطرات من حوض الكلى ويدخل في القناة اللي كانوا بيسموها الحالب. الكلى عرفنا وظيفتها الأساسية استخلاص الفضلات الإخراجية من الدم. لما بعمل قطاع في الكلى عشان أعرف المكونات الداخلية ألاقي أن الكلى فيها تجمعات لقنوات عامة بيسموها أهرامات ملبيجي، لأن التجمع لهذه القنوات بياخد شكل هذه الأهرامات. هذه القنوات العامة بيفتح فيها تفرعات بتاعة النفرونات اللي احنا شايفينها قدامنا في الفيديو دلوقتي. طبعا ده النفرون، والنفرون ده شيء مهم جدا لأنه عبارة عن بيبتدي بانتفاخ، الانتفاخ ده بيسموه محفظة بومن، بيدخلوا دم وبيخرجوا دم، بيدخلوا دم شرياني وبيخرجوا دم وريدي، يبقى كمان جوه الخلايا حصل تبادل غازات. ده بالإضافة اللي هو عمل عملية فلترة، يا ترى جدار الحويصلة أو جدار الانتفاخ دوت اللي بيحصل، بيحصل انتقال وترشيح لبعض المواد من الدم، كل ما هو صغير الحجم يمر من هذه الثقوب الضيقة ليدخل إلى داخل تجويف محفظة بومن. هذه المحفظة تنقل مكونات البول إلى قناة النفرون، بس خلي بالكم مين المكونات اللي بتخش في محفظة بومن؟ كل ما هو في الدم ذو جزيئات صغيرة، جزيئات صغيرة. ليه؟ لأن الدم فيه جزيئات كبيرة وجزيئات صغيرة، فيبتدي ينتقل الأملاح، بعض السكريات الأحادية يعني المية إلى آخره. يبقى احنا عندنا كده دور مهم جدا للنفرونات، انها بتقوم بعملية استخلاص
الفضلات الإخراجية، لكن لابد أن يعقبها عملية إعادة الامتصاص، في عملية ترشيح وإعادة امتصاص. الترشيح ترشيح للفضلات بيكون في محفظة بومن زي ما واضح من خلال الفيديو، لكن إعادة الامتصاص، إعادة الامتصاص معناها إعادة المواد المهمة إلى الدم مرة أخرى. الجلوكوز يعود، الأملاح المهمة تعود، بعض الماء تعود، فيتامينات تعود، هذه المواد لا يستغنى عنها الجسم فتعود، ولا يخرج من النفرونات إلى حوض الكلى أو الكلى إلا المواد التي لا يحتاجها الجسم. فإذا خرجت مواد أخرى هذا معناه أنها كانت مواد كان يستفيد بها الجسم، وهذا معناه خلل. بكده أعزائي طلبة الصف الثاني الثانوي نكون شرحنا مع بعض عضوين من أعضاء الإخراج وهما الجلد والكلى، ويبقى باقي أعضاء الإخراج نستكملها في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.